ما فيها باس نشوفوا حتى الناس اللي معانا واش حاضقات ولا ما حاضقاتش. ماشي ديما انتم بوحدكم اللي تعطونا الاطباق والنصائح. اليوم تجربه، غادي نمشيو للتلفزيون، غادي نمشيو مع اسماء بالفاسي. اسماء صباح النور. صباح الخير لنادية، وصباح الخير المستمعات الكريمات. طيب انت معنا ضيفه اليوم، يعني عندك غادي ندخل معاك الكوزينه. مرحبا. شوف واش نجدتي وشوف واش حادقة بصح ولا لا. ايوا كرشي شويه. اذا شنو غتعطينا اليوم في الطبق؟ اليوم انا نادية غنحاول يعني نقترح عليكم ولا يعني المستمعات الكريمات واحد جوج ديال الاطباق اللي هما كيحافظوا في نفس الوقت على الرشاقه، وفي نفس الوقت يعني كناكلوا بشكل يعني شهي وبنين في نفس الوقت. اذا بغيت تقولي بان عندنا طبق اليوم ريجيم. تماما، هذا هو المقصود. العائله كي يديروا كيبغيو ياكلوا ما باغينش الريجيم، اذا شنو غنديروا معاهم؟ نعطيهم الفلون يمكن. نعطيهم فلون، نعطيهم غراتا. انا كنعرفوا لي غراتا يعني اطباق اللي هي شهيه، وكان يعني كل شيء كيبغي لي غراتا، ولكن كنخافوا يعني كاين واحد الفكره سائده لان كل ما هو شهي هو ضد الحميه. اليوم كما قلت لك انا ديما نحاول يعني نحيدوا ديك الفكره اللي دابا غادي نشوفوا. المهم هو ان عندنا طبق دابا الان اللي هو الريجيم غراتان. باش غادي ديري معنا الغراتان للاسماء؟ كنقترح لكم غراتان بالقرع. القرعة الخضراء تخريفين كيف ما كنقولوا. تماما، القرعة لان اولا كنعرفوا بانها ما فيهاش يعني سعرات حراريه كثيره، وبالتالي يعني الطريقه اللي غادي نطيبوا بها هذه القرعة غادي تكون بنينه وغادي تشهينا وتخلينا اننا ما عرفتش واش كدير حتى الريجيم ولا لا، لان كتسمع ما عرفتش، ولكن اكيد غادي تبدا يمكن ملي غتقولي هذه القرعة ديال الريجيم غادي تبدا. كنتمنى ان المستمعات يجربوا هذا الطبق. طيب غادي ناخذوا يعني بصيله واحد شويه ديال الثومه وغنحكوها يعني نحيدو منها الخيط ديالها. شحال تقريبا؟ يعني على حسب الريش. الريش جوج بحال هكذاك يعني حسب الرغبه. كناخدو معلقه صغيره ديال زيت البلديه. وغنحاولوا هاد يعني هاد نقولوا المقادير اسماء هما الاولين باش السيدات يسجلوا عندهم. اذا عندنا بصله صغيره. بصله صغيره. القرعه شحال تقريبا؟ القرعه على حسب يعني الكميه وعلى حسب يعني الناس اللي غادي يتناولوا هذاك. اذا نقولوا واحد نص كيلو ديال القرعه. تماما، باش الناس تجربوا. اذا عجبها ما فيها باس تعاود تشري كيلو ولا جوج. تماما، ماشي مشكل. اذا نص كيلو ديال القرعه. نص كيلو ديال القرعه بصيله. واحد شويه ثلاثة ديال الدروس ولا جوج ديال الثوم. واحد معلقة صغيرة ديال زيت البلدية. نمشيو قبل غناخدو الفروماج. الفروماج حنا كنعرفو بأن كاين الفروماج اللي هو دهني، وكاين الفروماج اللي هو خالي من الدهن، وراه كيتباع في جميع الأسواق والمحلات التجارية الكبرى. إذا أنت كتنصحيني أنا الفروماج خالي من الدهن. تماما، الفروماج خالي. المكونات ديالنا اللي كتسمعينا بأنه ماشي كثار، نص كيلو ديال القرعة تكون خضراء. بصله وحده تكون صغيره، معلقه صغيره ديال الزيت البلديه، فرماج يكون خالي من الدهون، الملحه كاينه ما كاينش؟ شويه الملحه وشويه البزار. اذا قليل من الملح وقليل من الابزار، والثوم يكون محكوك. وما نساوش نزيدو شويه ديال المدنوس. المدنوس خليه حتى الاخر باش يكون حافظ على الطراوه، وفي نفس الوقت تبقى ديك لاكولا خضراء زوينه. نعم، نص كيلو ما تنساش، نص كيلو ديال القرعه تكون خضراء، بصله، الثومه واحد جوج دريسات ديال الثومه، فرماج يكون محكوك ويكون خالي من الدهون، معلقه صغيره ديال الزيت البلديه، عندك ملح، ابزار، شويه ديال المعدنوس خليه هو الاخر. اذا هذا هما المكونات. غندخلوا معك اسماء الكوزينه، تفضلي. اذا غناخذوا هذيك البصيله غادي نشلدوها نقطعها يعني طريفات صغيره، انا كاع العيالات كيعرفوا كيفاش يديروا لها. ثم غادي نحكوه. غادي نديروا كل شيء مع ديك المعلقه صغيره في واحد المقله اللي هي يعني ما كتلصقش. غادي نديوها نجيبها كنشحرها شي شويه، ومن بعد كنضيفوا ديك القرعه اللي غنكونوا نقيناها من قبل وقطعناها طريفات صغار، كنرميوها على هذيك البصله اللي غتكون شحرات هي والثومه، وشويش الملحه وشويش البزار، ومن بعد حتى الاخر نطفي عليه ونديروا شويه ديال المدنوس. يعني تقريبا الطبق ديالنا تقريبا واجد. غادي ناخذوا ذاك الانيه اللي كتدخل الفرن ونوضعوا هذا الخليط كامل، ونكونوا حكينا الفرماج ديالنا اللي هو خالي من الدهون، وتنوضعوه من الفوق وكندخلوا الفران. كنتسناو اللي بيد ما يتحمر، لان ديجا المكونات طايبين، كنتسناو غير يتحمر ذاك الفرماج وكنخرجوه كناكلوه بالصحه والراحه. اذا لالا سمعتي اسماء في الطبق ديالها، نعاود لك المقادير والطريقه كذلك. عندنا بصله، عندنا نص كيلو ديال القرعه تكون خضراء، عندنا
معلقه صغيره ديال الزيت البلديه، فرماج يكون خالي من الدهون، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، ومعدنوس، ونفضل نزيد فيه حتى شويه القزبور لان القزبور كيعطي واحد النكهه حتى هو لذيذ. ما كاين حتى شي مشكل. اذا كناخذوا هذه المكونات ديالنا، كنشلبوا البصله تكون صغيره في ديك المقله ديالنا، كنوضعوا معها الزيت البلديه ديالنا، الملح والابزار، وكنقطعوه كذلك حتى القرعه ديالنا بشكل ديال ضمات اسماء. تماما. بعد ما كتشحر لنا ديك البصيله كنرموا فوق من هذيك القرعه. حنا كنا كنعرفوا بان القرعه كطيب دغيا، يعني ما كتاخذش وقت طويل، فملي كتصهد كنطفيو العافيه ديالنا. بعد ما كنضيفوا داك شويه ديال المعدنوس والقزبر اللي درنا، كناخذوا اللاطه ديالنا اللي كتدخل الفران، كنصفوا هذاك الخليط ديالنا في هذه اللاطه هذه، وكنبلغوا عليها داك الفرماج اللي حنا حكيناه، وكندخلوها الفران لمده راه هي قليله. حنا فقط هنايا باش داك الفرماج يذوب حتى واحد النكهه، لا اقل ولا اكثر. اذا هاد الكراتان بالنسبه انا كنشوف العائلات الموظفه تلاقي ليكم بزاف بزاف سهل كيتوجد، وبين لي بان انتي هذا عطيت لها الطبق هذا. تماما. انا هاد الطبق هذا لنادية يعني كان ديما كان نحضرو في داري، وهذا يعني انطلاقا من مواقع تجربتي. اذا هذا صحيح ومجرب على نفسه. تماما. وكان الذين تجربوه وغادي يشكروني عليه. نعم. نمشيو للفلون كذلك اللي قلتي اسماء اللي كتوجدي، شنو المقادير اللي عندنا فيه؟ هذا لا فلون بالشوكولات. غناخدو سترو ديال الحليب دائما خالي من الدهنيات اولا نصف دسم، تا هو موجود في الاسواق. ثلاثة البيضات، السكر ديال الريجيم تا هو موجود في الاسواق والمحلات التجارية الكبرى. حسب يعني الذوق. ناخذ معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وهاد المعلقه صغيره كتبقى اختياريه، يعني اللي بغى هذاك اللوغو ديال القهوه يزيدو، اللي ما بغاش يعني ممكن يزولو. ناخذ ثلاثه معلقه كبيره ديال الكاكاو، وماشي اي كاكاو، ناخذ يعني الكاكاو اللي عالي الجوده، 70% ديال الكاكاو فما فوق. غندوزو للطريقه النادية. ناخذ البيض غنخفقوه مع داك السكر مزيان، وفي انيه اخرى غادي نغليو داك الحليب ونضيفوا عليه الكاكاو والقهوه، وبالتالي غادي ندمجوا هاد المكونات بشويه بشويه، يعني داك الحليب تدريجي. تماما. غادي ناخذ داك الحليب ونخويو على داك البيض اللي ضربناه، ولكن بشويه باش ما يطيبناش داك البيض. ومن بعد غادي ناخذ هاد الخليط كله وغنضرب دوك الانيات اللي كيدخلوا الفران حتى هما كيطيبوا، غنعمروه وغنديروه في حمام مريم، يعني طيب لمدة 30 دقيقة، ومن بعد غنخرجوه وغنديروه في الثلاجة يبرد. وبصحة وراحة. حنا درنا الكراتا ودرنا الديسير. الديسير ديالنا، ويبدو أسماء بأنه في الحقيقة سهل، حتى هو ما سهل وغيحضنا على الرشاقة، ما غنخافوش. عادي الرشاقة مهمة هذه المسألة ديال الرشاقة. إذا عندنا فلون بالشوكولات للا، عندك نص سيترو ديال الحليب يكون خالي من الدهون أو شوية ديال الدهون 50% تقريبا هكاك. تمام. ثلاثة البيضات، معلقة صغيرة ديال السكر، اسماء كتقول لك ديال الريجيم. لا ماشي معلقه صغيره. يعني على حسب الذوق، حيت السكر ديال الريجيم ما نخافش منه حتى هو، ولكن المهم على حسب. ايوا الناس اللي باغا دير السكر الفغينيت بلا ريجيم، دير غير معلقه صغيره ولا دير معلقه كبيره، ماشي مشكل. هاد الوصفه اللي انا ديال يعني ممكن تستعملها حتى الناس اللي ما بغاوش يديروا الريجيم. داكشي باش قلت انا اللي يديروا السكر ديال الريجيم يديروا السكر العادي. داكشي باش قلت بالنسبه للسيدات اللي باغين يعني ياكلوا السكر فماشي مشكل، ياخذوا معلقه كبيره ديال سنيده، ومعلقه صغيره كذلك ديال القهوة سريعة الذوبان، ثلاثة معالق كبار ديال الكاكاو. إذا الطريقة ديالنا كنخفقوا داك ثلاثة البيضات بوحدهم، وفي آنية أخرى كنقبطوا الحليب كنغليوه، كنضيفوا ليه الكاكاو والقهوة. ملي كيغلى هذا الحليب مع هذا الكاكاو والقهوة، كنضيفوا ديك ثلاثة البيضات اللي حنا ضربناهم مزيان. من بعد ولكن فاش كنضيفهم كنضيفهم بشكل تدريجي، ماشي كنجيو نصبوا داك الخليط. لا لا يقدر يدير البيض. واش دافي؟ ولا باقي سخون؟ لا كنخليو شي شويه يدفع عاد بنبدا نخويو بشويه، حنا كنطربو. لا لا عندك ترمي الحليب في هذا الخليط وهو سخون، لان البيض غيطيب قبل ما يدخل الفران في حمام مريم. كناخذوا الانيات ديال الفلون ديالنا كنعمروهم، وكنديروا واحد الطاسه فيها الماء، كنتصفوا دوك الانيات ديالنا اللي عمرنا بالفلون، كندخلوهم الفرن لمده 30 دقيقه. يعني المهم في هذا هو انه كيطيب في حمام مريم. هذا هو المهم. اذا هذا ريجيم كامل، كراتان خاص بالريجيم ديال القرعة الخضراء، وفلون بالشوكولات. حنا قلنا ممكن يصوبوا حتى السيدات اللي ما باغينش يتبعوا الحمية، ممكن ان عوض السكر اللي هو خاص بالريجيم ديروا السكر العادي، وبالتالي فهو الفلون. المهم هي الطريقة، وطريقة راه سهلة وموجودة. واللي معلوماتك نادية، يعني هاد الوصفات هادو بجوج كيبغيهم حتى الدراري الصغار،
وما في نفس الوقت هما غياكلوا بشكل صحي، هذا يعني ما عنده علاقه بشي حاجه اخرى، كياكلوا بشكل صحي وفي نفس الوقت كيعجبهم. اسماء بالفاسي كانت معانا في استوديو 4، قدمت لنا هذا الطبق اللي هو خاص بالريجيم. كنشكرك جزيل الشكر اسماء بالفاسي، واكيد غادي تكوني معنا ان شاء الله الرحمن الرحيم مرات اخرى. احنا ما قررنا ان مره نشوفوا الاعلاميه ديالنا ونشوفوا الناس اللي معنا هنا في يعني في الشركه، علاش لا حتى احنا نشوفوا واش حد ولا ما حدش، باش حتى الناس يعرفوا راه الناس راه قاده حتى هنا في دابا. تاكدتي واش الحركه شويه؟ تبارك الله عليك اسماء بالفاسي، نتمنى كيف ما قلت ان نصادفوك مره اخرى. وهذه قطعه الفيروز كنت طلبتيها قبل ما تدخلي عندي السيرو، كالطاقم ديال البرنامج كيهديك الاغنيه فيروز. ما عرفتش شنو وجع فريش ما عطاك اغنيه حبيتك وانا حبيتك تعجبني بزاف.